السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض العدد الثاني من بيم أريبيا، هي أهم الموضوعات اللي موجودة فيه، وهتلاقي رابط أسفل الفيديو اللي عايز يقرأ المجلة. العدد الثاني كان صدر في نوفمبر 2015، ودي أهم المواضيع اللي موجودة فيه. دي هنا بعض الأقوال عن البيم. مثلا أهم شيء حول البيم هو إن هو بيرجعنا للعمل متعدد التخصصات، مبقاش كل تخصص مستقل بذاته. وبعد كده في مقدمة عن البيم، ايه هو البيم وايه تعريفه وايه فوائده، ودي اهم برامج البيم، سواء مثلا البرامج المعمارية او الانشائية او الكهروميكانيكال او المحاكاة، فاسيلتي مانجمنت، البرامج الخاصة بالمدن بالمحطات. وبعد كده مقالة للمهندس أحمد لطفي بيقول إن البيم من أيام بناء الأهرامات والفراعنة، مش راجع لسنة 1762 النظرية اللي عملها دوغلاس إنجلبرت. فهي مقالة شيقة. وبعد كده مقالة للمهندس محمد محسن كامل عن كل واحد في فريق البيم، إيه المسؤوليات وإيه الحاجات المطلوبة منه وإيه الوظائف. لأن للأسف بتلاقي شركة شغال فيها 20 واحد، ال20 واحد بيم مانجر، فبتبقى مشكلة. فهو أنا بيقول لأ، في عندنا كذا وظيفة ممكن الناس تشتغلها غير البيم مانجر. وفي مقالة للمهندس تامر جواري، هو رائع في موضوع الفور دي، فبيتكلم بقى عن المهندس المحاكاة، التخصصات اللي موجودة في الفور دي ومراحل إنشاء نموذج المحاكاة. مقالة قيمة، أنصح الناس إنها تقراها. وبعد كده مقالة عن البعد الخامس في مجال البيم، اللي هو إن إحنا نقدر نحدد أو نقدر التكلفة من قبل ما نبدأ الشغل. والمهندس محمد حماد مقالة ممتعة عن الـ LOD، ليفل أوف ديتيل أو ليفل أوف ديفلوبمنت، بيفصل الفروق بينهم. والمهندس خالد ماهر كان عامل مقالة جميلة عن الربط بين البيم والفاسيلتي مانجمنت. والمهندس كمال شوي كان كاتب عن تكنولوجيا البيم بنقول له الرفض، تكملة للمقالة اللي صدرت في العدد الأول، وده بعض الشغل الناس اللي شغالة معاه. وبعد كده المهندس وليد دالوة كاتب مقالة جميلة عن لقاء بيحصل كل فترة، اجتماع شهري في مجال البيم، بيتكلموا فيه عن الستاندرد وبيتناقشوه والحاجات دي كلها. فمقاطع كويسة. وده لقاء تم في قطر، قطر بيم يوزر داي، في بعض المواضيع اللي اتناقشت فنظرة عامة عليها. وبعد كده الخاتمة، بتمنى إن شاء الله إن المجلة تعجبكم، ونعتذر عن أي أخطاء. كما قال عماد الأصبهاني، رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه إلا قال في غده، تاني يوم لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر.